أوباما أم رومني؟ سؤال تجيب عنه صناديق الاقتراع، إن هي إلا سويعات أو ربما أقل. لكن يبقى سؤال آخر، ماذا يريد الأمريكيون من رئيسهم المقبل؟ سؤال تختلف إجابته باختلاف المجيب، ويصعب إيجاد رد دقيق يعبر عن الأمريكيين جميعا. لكننا استطلعنا آراء عدد منهم في شوارع شيكاغو. علينا التركيز على أمريكا وعلى أشياء عدة كالجوانب الروحية والنقل والاقتصاد وغذائنا وزراعتنا. علينا العمل على تنمية مدننا الكبرى. يجب أن يكون لدينا شبكة حديثة للضمان الاجتماعي، وأمل أن يزيد المسؤولون الفيدراليون من قروض التعليم الجامعي. سأصوت لمن أعتقد أنه يستطيع إخراجنا من مشاكل السياسة الخارجية ويركز على الشأن الداخلي. ضرائب والاقتصاد والبطالة. أول لنشر السلم وكذلك للعمل لنهوض بالاقتصاد، لأن النهوض بالاقتصاد هو لفائدة الشعوب كلها طبعا. الاقتصاد الأمريكي. نعم الاقتصاد الأمريكي طبعا. لست قلقا بشأن الحرب مع إيران. علينا التركيز على الداخل. لدينا مشردون ولدينا كبار السن لا يتحملون نفقات العلاج ويموتون لعجزهم عن الحصول على حاجتهم من الدواء. أغلب من تحدثنا إليهم من الأمريكيين وضعوا الاقتصاد وما يترتب عليه من تحسين مستوى المعيشة في المرتبة الأولى من أولوياتهم. لا حديث عن الأمن، لا حديث عن البيئة، وربما تأتي السياسة الخارجية في المرتبة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لأغلبهم. لماذا يا ترى؟ بالنسبة لكثير من الناخبين، هناك العديد من المسائل الاجتماعية التي تستحوذ على اهتمامهم أكثر من تلك التي تتعلق بالاقتصاد، كزواج المثليين أو الإجهاض أو مسائل تتعلق بالبيئة. لكن هؤلاء الناخبين الذين لهم تأثير بالطبع وقد يكون لهم تأثير كبير في الولايات المتأرجحة مهمشون بسبب القلق المرتبط بالأوضاع الاقتصادية. المسائل الاقتصادية دائما جوهرية، إنما تزداد أهمية عندما يكون الاقتصاد في حال غير جيدة. هذا رأيي، وثمة من يرى أيضا أنه في قوة عظمى كالولايات المتحدة من الطبيعي أن يطغى الشأن الداخلي على أولويات المواطنين، سيما في غياب أي تهديد حقيقي لأمنهم كما حدث في 11 من سبتمبر عام 2001، وفي ظل أزمة اقتصادية كبيرة أثرت سلبا على حياة أغلب الأمريكيين في الأعوام الأخيرة. أسد الله الصاوي، بي بي سي، شيكاغو.